تصل بعثة الفريق إلى مطار الشارقة بالإمارات فجر الخميس استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام في طبعا مهرجان اعتزال نجم النادي الاهلي وكابتانه حسام غالي، وهيبقى يوم الجمعه على ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين الاماراتيه. واعتقد ان الدعوه للكل، كل اللي بيحب قيمه النادي الاهلي، اللي بيحب كابتن النادي الاهلي حسام غالي، قدامه فرصه ان هو يروح ويودع. النهارده شفنا ارسن فينجر ملعب الاميريتس بلندن، الكل موجود عشان يعني يحيي مدرب كبير زي ارسن فينجر 22 سنه مع فريق الارسنال. نفس الشيء عايزين نشوفه في اعتزال حسام غالي كابتن شريف. اكيد الحاجات دي بتبقى تاريخيه، وبتبقى قد ايه بيبان الحب والوفاء لقيمه زي حسام غالي. قبل ما نروح لحسام غالي واحتفالاته، اللي انا ندمان طبعا ان هو هيعتزل، انا كان نفسي ان يكون في وقفه، ولو حتى اعتزل والمباراه طبعا صعب ان هي تتاجل، يبقى في فكر تاني حتى بعد اعتزاله، وبعد نسميها تكريم حسام غالي، بلاش نقول اعتزاله. يعني انا ما زلت عندي امل ان حسام غالي يبقى تكريم، نعم، وليس اعتزال. مش عايز يبطل، انا مش دلوقتي مش عايز يبطل. يستطيع ان يدي سنتين على الاقل بامكانياته دي، وفي ظل الامكانيات اللي موجوده حواليه كمان. ده حاجه انا كنت بتمناها يعني كابتن حسام يعني.